اليوم كانت الندوة بتتحدث عن واقع الصحافة والصحفيين في مناطق النزاعات والحروب والصراعات. تحدثنا فيها عن واقع الصحفيين الفلسطينيين، كيف بيتم استهدافهم بشكل مباشر، كمان بيتم استهدافهم حتى على مستوى التعبير عن الحقيقة، الحديث العلني عن طريق مش بس عن طريق القتل، ولكن عن طريق العقاب، عن طريق تعزيز ثقافة الرقابة الذاتية الشديدة، خوفا على السلامة الشخصية وخوفا على العائلة وعلى الأبناء. كمان تحدثنا على أنه مين، سؤال كتير مهم، أنه مين بده يحمي الصحفيين الفلسطينيين، لأنه من قتلوا من صحفيين فلسطينيين أثناء الحرب هذه وقبلها كلهم كانوا ملتزمين بقواعد السلامة كاملة، ولكن قتلوا أيضا.